بدايتنا في الإنترنت كانت من نهاية التسعينات، لما كان في يعني إعلام عالمي على موضوع الإنترنت والشركات اللي صارت تسوى مليارات الدولارات من في سنوات قليلة بسبب الإنترنت. وكثير من اللي نسميهم الجيل الأول من الانتربرنورز أو رواد الأعمال في المنطقة بدأوا يعملوا بورتالز في المنطقة هنا، وأغلب البورتالز هذه لو ترى أنها انهارت مع انهيار الدوت كوم بابل اللي حصل في الغرب، لأنه كانت مبنية بكوست عالي جدا، لأنه كانت بدايتها مبنية على أساس خطأ، أنه وظف 50 موظف وأصرف ملايين الدولارات على أساس أنك تخرج بمنتج بالأخير. اللي حصل انه بعد الجيل الاول من رواد الاعمال هذول طلع جيل ثاني، الجيل الثاني هذا صار شخص واحد هو اللي قائم على موقع عليه ملايين الزوار، تجدوا انه عمل له منتدى بسيط والمنتدى هذا تضخم لانه في طلب كبير على الماده اللي هو يقدمها، وصار المنتدى هذا عليه عشرات الملايين او في بعض الاحيان مئات الملايين من الزوار، لكن ما زال العمل هذا شخص واحد، ما زال الشخص هذا ما عنده خبره في مجال التطوير، في مجال التصميم، في مجال التسويق، فصار في سقف أعلى للنمو للأعمال هذه. جينا إحنا في شركة انتوفي حللنا الأسباب وراء الشيء هذا. كثير من أصحاب المواقع والرواد الأعمال هذول اللي في مجال الإنترنت عملنا لهم ملايين الدولارات خلال السنوات الماضية كدخل إعلاني، كدخل من بيع خدمات أو بيع منتجات عن طريق شركاتنا نت أدفانتج وون كارد وغيرها، لكن وجدنا أنه الدخل هذا ما كان كافي أنه ينقل الموقع وينقل الخدمة إلى ليفل ثاني، إلى أنها تصير ويب 2.0، إلى أنها تصير من الجيل الجديد من خدمات الإنترنت، تصير فيها شبكات اجتماعية وفيها خدمات وفيها تفاعل وفيها شيء أكبر من هذا. رحنا وحللنا وجدنا أنه الأسباب كثيرة، كانت منها أنه والله صاحب الموقع غير متفرغ على أنه يدخل ملايين منه، وجدنا أنه أحيانا عدم القدرة على التوسع جغرافيا، يعني تجد الموقع هذا ناجح جدا في بلد معين في الأردن مثلا، لكن تعالوا في السعودية تلقى الزوار عليه قليلين، تلقى الموقع ناجح جدا في الإمارات لكن شوف في مصر ما تلقى عليه إقبال. فوجدنا أنه دور شركة زي انتوفي مهم جدا في أنه يصل هالحلقة يجعلها كاملة ويبدأ يعمل نوع من التحفيز لهذه الصناعة أنها تحصل في الشرق الأوسط. إحنا انتوفي جينا أنه هدفنا الأساسي أنه كيف نقدر نخلق قصص نجاح من المنطقة هنا تجعل رواد أعمال آخرين أو تجعل موظفين يتركون وظائفهم اللي يسلمون عليها 30,000 ريال أو 30,000 درهم رواتب ويفتحون شركات جديدة ويأسسونها وبغية الوصول إلى عشرات الملايين إن شاء الله ومئات الملايين من هذا. هذا الدور اللي إحنا نعمله. فعملنا عدة برامج استثمارية إحنا فيها نخوض مع المبدع في تفاصيل عمله ونساعده، مع أنه منفصل وشركة منفصلة وبيده القرار في اتخاذ القرارات اللازمة للشركة. لكن ليش إذا كان شخص طور منتج معين في موقعه شخص آخر يجب أن يطوره من الصفر؟ ليش ما يكون في تعاون؟ ليش ما يكون في سينرجي؟ إذا أنت شخص عندك طورت منتج ممتاز وطورت موقع ممتاز وخدمة ممتازة جدا، ولكن ينقصك التسويق، بدل ما تستثمر ملايين الدولارات من فلوس المستثمرين في التسويق، يا أخي إحنا عندنا شبكة كبيرة للتسويق ونستطيع أن نسوق ونصل في الموقع هذا إلى الحجم المطلوب. فتركيزنا الأساسي على أنه كيف نخلق قصص نجاح تكون دافع لهل الصناعة إنها تنمو في المنطقة واللي لديها أغلب المقومات الموجودة، بالإضافة إلى نشر الوعي ونشر الثقافة. المنطقة عندنا هنا لو ترى سرعة نموها في المجالات اللي تحس إنه فيها نجاح وفيها فرصة، شوف سوق الأسهم كيف في خلال سنوات بسيطة تضخم إلى أحجام مهولة، سوق العقار في المنطقة، الصناعة إلى غيره، يعني من المجالات مجالات كبيرة نمت في سرعة قياسية مقارنة بالأسواق العالمية. هذا اللي نحاول نعمله في صناعة الإنترنت، ما نبغى صناعة الإنترنت نكون إحنا مستهلك لها للمواقع العالمية في المنطقة فقط، نبغى يصير عندنا آلاف المبرمجين والمصممين ورواد الأعمال، نبغى الدخل اللي يجي من الإعلانات واللي الفرصة فيه مليارات الدولارات، نبغى الدخل هذا أنه يستثمر في المنطقة لإخراج المزيد من المحتوى والخدمات اللي بالتالي تجعل هذه الصناعة تزدهر وتنمو إلى الحجم المطلوب فيها.